وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حسبك الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
إذا الشمس كورت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عدلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالشفق والليل وما علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. حسبك بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باغية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما دغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قدوفها دانية. حسبك